هاك اتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم عندنا واحد الاصرارات كما كتشوفوا الحر سخون والصيف هذا، وقاعد تمشي تعوم في البحر خصك تمشي خفيف ظريف باش تمشي تعوم مع راسك حتى تجي للدار، عاد كل دم وكل دجاج وكل كلشي اللي لقيتو قدامك كلو. وغندوزو المقادير كما كتشوفوا خوتي خواتاتي، عندنا كنحتاجو المايس كما كتشوفوا، عندنا هنا الغادي كما كتشوفوا، عندنا لي سالاد راه كما كتشوفوا ديال الجردار فخي، وهاد النويبرات ديال الكورجيطا ديال القريحه الصغيره. والتحيه التحيه الاخت اللي قالت لي هاد التجربه، وغادي نجربها معاها وشكرا لها بزاف. واليوم غادي نشارك معاها هادي كما كتشوفوا عندنا هاد الوريقات تاع القرا، غنديروا طوبه في السالاد كما قالت الاخت. وغندوزو انا القرا ديال الجرده كما كتشوفوا الكورجيط صفراء وخضراء، وغندوزو التحضير ديال السنيدينا. ودابا غندوزو نحضروا هاد لي سالاد إلي فخاش معكم. كما كتشوفوا عندنا القرعة خضراء هي باش كتحتاجو، كنحيدو لها هذا هنا كما كتشوفوا خوتي خواتاتي، وغادي نحضرها معكم بواحد الطريقة زوينة كما كتشوفوا. ها وكنستمروا كما كتشوفوا. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي بهذه الطريقه، نص ابيض نص خضر كما كتشوفوا، وكنستمروا نفس العمليه. ودابا ما غاديش نكثر بزاف، غندوزو للصفر خوتي خواتاتي نفس الطريقه وكنستمروا. صدقوني هاد لي سالاد راه كتجي زوينه فهاد الصيف كما قلت لكم، اللي غادي يمشي للبحر يدير هادي حتى يرجع للدار كما قلت لكم. هادي هي الكرعه ديالي الكورجيطا كما وجدتها بهذه الطريقه كما كتشوفوا، وهاد الكورجيط كانت كالخضراء ما طيباش كما كتشوفوا ثقيله تال. ودابا غندوزو للتحضير كما كتشوفوا ودريساج. حنا صيفنا بسيط لي سالاد دريساج، ودابا غندوزو الكورجيت كما كتشوفو خوتي خواتاتي بهاد الطريقة. كاينين سفيرين كاينين خضرين ما شاء الله كما كتشوفو. غندوزو البجينة نحطوها مايس بهاد الطريقة. المايس كما كتشوفوا. دابا غندوزو الغادي بهذه الطريقه حتى هو نفس الطريقه. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي حطينا الغادي ديالنا. دابا غندوزو لهاد الوريقات ديال لي سالاد كما كتشوفوا، نحضرهم بهذه الطريقة واقفين باش يعطيونا واحد الشهية للطبسيل ناكلو. دابا حنا حضرنا الطبسيل ديال لي سالاد، ما تمشيو بعيد خليكم معايا. دابا غادي نحضروا لاصوص اللي غترافق هاد لي سالاد. كنحتاجو لاصوص، كنحتاجو شوية زيت ديال زيت زيتون، كنحتاجو الفورماج هو الجبن. هاد الجبن ديال هاد البلاصة فاش ساكن هاد المنطقة كيقول ليه الجبن ديال البيري البيريشون كما كتشوفو. عندنا أعشاب منسمة، وكنحتاجو شوية ديال الملحة، وغندوزو غندوزو نحطو الجبن.
نحتاج جوج معالق كبار ونديرو الخل، كنحتاجو جوج معالق كبار كما كتشوفو. دابا غنديرو الزيت حتى هو نفس الطريقة، جوج معالق كبار والملح على حسب الذوق والرغبة كما كتشوفو أخوتي أخواتاتي. ها وندوزو الأعشاب بالمناسبة، غنديرو تقريبا نص معلقة وعندنا الضراب باش نضربو هاد لاصوص كما كتشوفو. هاد الطريقة لاصوص وجداد، هيا كما تشوف ما شاء الله غزالة جات. خواتاتي حضرنا لاصوص اللي غادي ترافق هاد السلطة ديالنا، ودابا غادي نحطو كما كتشوفو بهاد الطريقة. واللي كيعجبو لاصوص بزاف يكثر. النهائي خوتي خواتاتي كما كتشوفو، كنتمنى تعجبكم هاد الصالة اللي وجدت معكم، وكما كتشوفو هاد القرعة خضراء راه بنينة وفيها بزاف ديال الفيتامينات. إلا طابت راه ما غاديش يبقاو فيها الفيتامين كما كتشوفو خوتي خواتاتي. ودابا غادي نجرب معكم هاد لاصوص وغادي ناكل هاد الغريقات، أنا غادي نتمتع بيهم هو الأول. بسم الله. سي تري بون بنينة. ونتمنى تعجبكم هذه السلطة اللي وجدت معكم خوتي خواتاتي. الى الفيديو المقبل ان شاء الله وجربوها وخلوا لي كومونتير، راه غادي تعجبكم، غادي تكون بنينه ولذيذه. الى اللقاء. اسمحوا لي ما وريتكمش واحد انكيش ديال القرعه خضراء الصفراء، وجدتها البارح مع شويه ديال الغادي ودرتها في الفرن، وقلت نشاركها مع خوتي خواتاتي. ونتمنى تجربوها، ولا بغيتوني ندير نشاركها معكم قولوها عليا في الكومونتير. وسمحوا لي بزاف راني نسيت هذه وجدتها وما شاركتهاش معكم، سمحوا لي بزاف. هادشي بغيت نقول لكم، ولا عجبكم هاد الغوسيط اللي درت انا، خلوا لي الكومونتير كما قلت لكم خوتي خواتاتي، ونجربها معكم بطريقة مضبوطة. إلى اللقاء.